انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. من دعا الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده اتاه اليقين. ورضي الله عن الصحابه وعن التابعين وتابعي تابعيهم باحسان الى يوم الدين. عباد الله لا بد ان نفنى ولم يهدي القربى امرا يهتم به القربى والمجتمع على هدي السواء. أماره أثر تهذيب النفس وتوحيد الله تبارك وتعالى لما أمر به الإسلام بتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة والخضوع له واعتقاد أنه خالق كل شيء ومدبر الكون ومصرف لشؤونه وهو الذي يعطي ويمنع والذي يضر وينفع والذي يحيي ويميت لا شريك له في ملكه ولا يستحق العبادة أحد سواه. هذا الاعتقاد يحرر النفس ويرفعها ويطهرها من خرافات الشرك وأوهامه وأوزاره. فلا تذهب الى عباده جماد او حيوان ولا تصف بالالهيه انسانا كائنا من كان. وقد فرض دين عبادات كلها واثر في نفس حميد. فرض الصلاه وجعل من شروطها طهاره الثوب والبدن والمكان. فيقف الانسان موجها قلبه الى ربه خمس مرات في اليوم ظاهرا نظيف الظاهر طاهر الباطن مزيا عليه تعالى بما هو اهله طالبا منه العون والهدايه. ويؤثر ذلك في نفسه ويعمد مراقبة الله تعالى وخشيته ويمتنع عن الوقوع فيما حرم عليه. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما تمنع الصلاة من الوقوع في المحرم أيضا. فإنها كذلك تبعث في النفس الطمأنينة فلا يشتد بها الجزاء إذا أصاب الإنسان شر وتنزل بها إلى بذل المعروف ولا يكون صاحبها منوعا إذا مسه الخير. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون. جعل الله إياكم عباد بين السيئون ولا من تبعون أنفس أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله لا بد أن نتدارى بهذه الأخيرة العمل الصالح من العبادات التي فرض الله على المسلمين كافة ألا وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج وهي كفيلة بإصلاح حياة الفرد والمجتمع على حد سواء. وهذا الإسلام هو أساس السعادة والمؤثر إلى الخير في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يتحقق الاطمئنان والتعاطف وفي الآخرة يكون الجزاء دخول الجنة والنعيم المقيم. والحديث يود به المصطفى صلى الله عليه وسلم أصول العمل الصالح الذي يهدي إلى الحياة الراضية المطمئنة. عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأخبرت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عظيما وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: أنا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. ثم قال: لا أخبرك بالأسلام وعموده وذروة السلام الجهاد. ثم قال: ألا أدلك أبا بأبلاء ألا ملاك ذلك كل كنت بلاء. وأخذ بلساني فقال: تكف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس ولا يجيب في النار إلا عصائب ألسنتهم. اللهم احفظ عمرنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل ما واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وكن في السلامة واقف في السلامة والعافية لأمينك المؤمنين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا
السخاء وأنصار موسى إلى بلاد المسلمين وارحم الله موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية ونبيك بالرسالة ومات على ذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحم محمد وعلى محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم جزاكم الله لي ولكم Thank you.
سبحان القادر مما يشركون هو الله الخالق الدائم المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الله سمع الله لمن حمده. الله اكبر.